الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن البيئة الاستثمارية في العراق بحاجة إلى قرارات شجاعة وجدية وأرضية مناسبة لتشجيع الاستثمار الخارجي في العراق. وقالت عضو اللجنة مياد النجار إن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات فعلية لدعم الاستثمار والقطاع الخاص الذي يمثل عصب الحياة في جميع المجتمعات العالمية المتقدمة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تجدد دعم استيراد المواد الأولية أو رفع الضرائب عن تلك المواد أو منح المستثمرين قروضاً بدون فوائد. أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أن التعيينات التي أعلنتها بعض الوزارات تعتبر مخالفة صريحة لقرارات الحكومة. وقال عضو اللجنة أحمد حما رشيد إن قانون موازنة العام 2021 لا يتضمن أي تخصيصات مالية لاستحداث تعيينات في جميع الوزارات، كما أن فتح باب التقديم على الكلية العسكرية يعني وجود تخبط حقيقي في إصدار القرارات التي تخص التعيينات من قبل وزارة الدفاع. أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق جهاد حسن أن رفع سعر الوقود من قبل الحكومة في كردستان لم يكن قراراً اختيارياً. وقال حسن إن كردستان يعتمد بدرجة عالية على الوقود المستورد من إيران، وقد تم رفع السعر من قبل المصدر وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة في كردستان لا تستطيع في الوقت الحالي دعم الأسعار لأنها تعاني من ضائقة مالية وأزمة اقتصادية وديون مالية كبيرة. أعلنت شركة ستاندرد أند بورج جلوبال بلاتس المعنية بالطاقة عن ارتفاع صادرات العراق النفطية بنسبة 0.9% في تموز الماضي. وقالت الشركة إن صادرات العراق النفطية ارتفعت بنسبة 0.9 في شهر تموز مقارنة بالشهر الذي قبله، حيث تتمتع بمستوى حصص أعلى. وأضافت أن صادرات النفط العراقية ارتفعت إلى نحو 3 ملايين برميل في اليوم في المتوسط، وارتفعت حصة العراق من أوبيك بلاس إلى 4,016,000 برميل في اليوم خلال تموز من 3,954,000 برميل في اليوم في حزيران، مع استمرار التحالف في تخفيف أو في تخفيضات الإنتاج. تراجعت أسعار الذهب مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، ونزل الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1810 دولارات للأوقية، فيما تراجعت الأسعار من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن تعافى الدولار قليلا من أدنى مستوى له في شهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1814 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 25 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9. سجلت أسعار النفط الخام تراجعاً بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بحدة مع تفاقم المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط من منتجي أوبك. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% إلى 74.29 دولارا، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 72 دولارا للبرميل بعد انخفاضها إلى 72 دولارا أو إلى 71 دولارا للبرميل. وما أثر على الأسعار أيضا أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع في تموز إلى أعلى مستوياته منذ نيسان عام 2020، حيث خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما السعودية ألغت تدريجيا قطع الإمدادات الطوعية. كتاب موجز، إلى اللقاء.